واتبناني ورد بيا واشتراني وحن عليا. اتبناني ورد بيا واشتراني وحن عليا. نساني الماضي القديم خلى لساني يقول ترانيم. نساني الماضي القديم ساني والترنيم. غسلني بدمه الكريم وفداني وتبناني ورد بيا واشتراني وحن عليا. اتبناني ورد بيا واشتراني وحن عليا. عوض عن كل اللي راح وضمت كل الجراح. عوض عن كل اللي راح وضمت كل الجراح. ويوماتي عايش افراح واغاني. واتبناني رد بيا واشتراني وحن عليا. اتبناني رد بيا واشتراني وحن عليا. شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص. تعالوا شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص. ماشي معه مرفوع الراس علم قوي. واتبناني رد بيا واشتراني وحن عليا. واتبناني رد بيا واشتراني وحن عليا. هعيش له طول السنين عبد خاضع وقرين. هعيش له طول السنين عبد خاضع وقرين. ولا حيد عنه شمال ويمين طول ايامي. واتبناني رد بيا واشتراني وحن عليا. واتبناني رد بيا واشتراني حن عليا. ابن ولي عشان كبير ابويا يبقى القدير. ابن ولي عشان كبير ابويا يبقى القدير. ازاي اخاف انا مش شرير ماما جاني. واتبناني رد بيا واشتراني حن عليا. اتبناني ورد بيا واشتراني وحن عليا. هعيش له طول السنين عبد خاضع وامين. هعيش له طول السنين عبد خاضع وامين. ولا حيد عنه شمال ويمين طول ايامي. واتبناني رد بيا واشتراني وحن عليا. اتبناني رد بيا واشتراني وحن عليا. اتبناني اتبناني ورد بيا واشتراني وحن عليا. اتبناني ورد بيا واشتراني حن عليا. بناني استاهل اغني لك واعترف بجميلك. غني انت فيا وملاني بتراتيلك. أنا في انتظارك سمعني أخبارك وبالروح المعزي اعلن لي أسرارك. في طريقي محبوبي وصديقي تستاهل أغنيلك. تستاهل
تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، غني انت فيا وملاني بتراتيلك، غني انت فيا وملاني بتراتيلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، غني انت فيا وملاني بتراتيلك، غني انت فيا وملاني بتراتيلك، غنوة الهنا اغنيها انا، غنوة الهنا اغنيها انا، الرب شال عني شال كل عنا، الرب شال عني شال كل عنا، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، غني انت فيا وملاني بتراتيلك، غني انت فيا وملاني بتراتيلك، يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا مسيد حواليا ومعايا في ضيقي، يا مسيد حواليا ومعايا في ضيقي، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، غني انت فيا وملاني بتراتيلك، غني انت فيا وملاني بتراتيلك، انا في انتظارك سمعني اخبارك، انا في انتظارك سمعني اخبارك، وبالروح المعز اعلن لي اسرارك، وبالروح المعز انا في انتظارك، انا في انتظارك سمعني اخبارك، انا في انتظارك سمعني اخبارك، وبالروح المعز اعلن لي اسرارك، وبالروح المعز اعلن لي اسرارك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، غني انت فيا وملاني بتراتيلك، غني انت فيا وملاني رب المجد يسوع اللي حاضر معنا. ياريت نغمض عينينا وكل واحد وواحدة يقول له أوجدني في محضرك، أوجدني في محضرك،
انت ابني بتاع النظام، صلي. دي مش كلمة بنقولها، ده هو اللي قال أنا حاضر. نتعلم إزاي نحترم حضوره. وكفاية المظاهر اللي عشنا فيها سنين هذا عدد، كفاية عبادة شكلية لا تغيرنا ولا تأثرنا. كل مرة حاضر في وسطينا واحنا ولا دارين. قل له قولي له وجدني في محضرك يا رب، سامحني سامحني، ما تسمحش أتوجد في محضرك وخطاياي علي، توبني فأتوب الآن يا رب. قل له أنا ابنك ورجع لك، قل له أنا بنتك ورجع لك، كلمني النهاردة يا رب. اللي في النادي يصلي معانا، واللي بين الكنيستين يصلي معانا، واللي في الحوش وسمعني يصلي معانا. المسيح حاضر في كل مكان، قدامك وقدامك. العبادة مش كلام ووعظ وتعليم، العبادة حياة. إن كنت كلمت وكلمتي قل له قولي له أشكرك إنك سمعتني واستجبت طلبتي. آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة ما رأي قداستكم في أسرة مسيحية لا تذهب للكنيسة إلا من أجل مصلحتها المادية والبركة بتاعة الأعياد؟ لا بيصلوا ولا بيصوموا. حاولت أقربهم من ربنا لكن ما فيش فايدة. وبعد ما هياخدوا البركة المادية اللي بتقول عليها، إن كانت فرخة ولا 10 جنيه ولا حتة هدمة، هيأكلوا الجسد ويعيشوا وهم ما لهمش ارتباط بالكنيسة. كنيسة يعني إيه؟ كنيسة يعني إن كان اجتماع روحي زي ده بنجتمع حوالين المسيح شخصياً، وإن كان قداس بنجتمع حوالين عمانوئيل القائم على المذبح شخصيا. أدي الكنيسة. لما أجي أتوجد في اجتماع أقول له يا رب وجدني في محضرك وشيل خطاياي، أهلني أهلني للوجود في محضرك، لأن إزاي أبقى حاضر معاك وخطيئتي علي؟ يبقى أنت عملت إيه؟ كأن المسيح مات بلا سبب. وأهلني إني أتقدم للتناول للجسد والدم باستحقاق يا رب، أكون عايش حياة توبة حقيقية. أدي العبادة. إنما جاي الكنيسة عشان تاخد حتة لحمة أو تاخد قرشين، هيفيدوك بإيه يا حبيبي؟ هيفيدوك بإيه؟ قبل ما تاخد القرشين خد المسيح من نصيبك، خد المسيح من نصيبك. لكن يمكن
دعيب أو تقصير في الخدمة، يمكن خدمة الاجتماعية، لأن ممكن بعض الخدام القائمين على الخدمة دي ما بيهتموش أن يقدموا المسيح أو تخدمة روحية للناس قبل ما يدهم العطايا، أو يمكن لما يكون في اجتماع روحي محدش بيجي من إخوة الرب. الكنيسة تتملي لما يكون في يوم بيوزعوا في حاجات، لكن المفروض أن حيجي الكنيسة ياخد المسيح من نصيبه، والخادم والخادمة يقدم المسيح شخصيا. يعني مثلا في الكنيسة الأولى لما حبوا يختاروا خدام للخدمة دي بتاعت إخوة يسوع، فاختاروا 7 شمامسة. كان الشرط الأساسي للشمامسة دول إيه؟ نمرة 1 يكون مشهود لي من خارج، ده فلان ده سمعته إيوان مشهود لي. نمرة 2 وهو ده الأساس، مملوئين من الروح القدس والحكمة، مملوئين من الروح القدس والحكمة. فين الكلمة دي ومين بيسمع عن الكلمة دي؟ مملوئين من الروح القدس. الشماس اللي بيخدم خدمة اجتماعية لابد يكون مليان من الروح القدس. ليه؟ عشان هيقدم كلمة، والكلمة تكون كما نخيص، واللي يسمع الكلمة يتوب زي يوم الخمسين، زي يوم الخمسين. ادي خدام الخدمة الاجتماعية. إنما هل ده بيحصل؟ الله أعلم. ما كانش يبقى ده النتيجة، كانش يبقى ده النتيجة. عائلات ما بتجيش الكنيسة أصلا، يبقى ما فيش لا توبة ولا اعتراف، بيجوا بس لما يوزعوا عليهم حاجة. فين العقل؟ فين العقل؟ ده أنت ممكن تمشي دلوقتي، هتروح فين؟ هتروح فين؟ عرفت ربنا هنا عشان يستقبلك هناك، قبلته هنا عشان يقبلك هناك. لازم يكون لك معرفة بيه، معرفة شخصية، فرحت بيه، ريحته في قلبك، لأن الخطية تتعبه. يقول أتعبتموني بخطاياكم، ريحته هنا وعرفته هنا عشان يستقبلك هناك. واحد بيقول أنا نفسي ربنا يبعد عني أصحاب السوء ويقربوا ويقربني منه. ربنا يبعد عني أصحاب السوء ويقربني منه، كأن التقصير عند ربنا حاشا. شوفوا بقى، ما هقول كلمة هغلط فيها، زمان كان في غنوة بيقولوا احنا تنبلة السلطان. الواحد قاعد وعايز ربنا يقربه منه، بعد ما ربنا عمل كل ده، كل ده. ده يا ابني يا ابني يا كفاية كلمة أخلى نفسه، كفاية الكلمة. عارف يعني ايه أخلى نفسه؟ الله العظيم الأبدي، النور الذي لا يدنى منه، النور الحقيقي الأزلي الأبدي الغير متناهي الغير محدود، لا في الزمان ولا في المكان، الذي لم يره أحد قط ولا يراني أحد ويعيش ربنا. ده كله أخلى نفسه وأخذ صورة عبد وجل هنا. ده مين اللي ماشي وبيهزقوا ويشتموه؟ ده مين اللي شايل الصليب وبيجلدوه؟ ده مين اللي رفعه على الخشبة؟ ده مين اللي قبل الموت بالجسد؟ ده مين اللي تفلوا فيه؟ مين؟ ده ربنا اللي أخلى نفسه، آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس عشانك وعشانك وعشاني.
وهو اللي بيقول ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه. في حاجة ناقصة؟ لا. في حاجة ناقصة عشان تكملها أنت بذراعك؟ لا. بحيث لما نيجي ندفن في المعمودية بيدينا كل عطية، كل عطية. أنا مش محتاج لذراعك، أنا عملت كل شيء من أجلك. وانت تيجي تسأل نفسي ربنا يبعدني عن أصحابي، يبعدني عن أصحاب السوء، وما اللي ادالك عقل ليه وادالك إرادة ليه؟ عشان أدي حفرة ما تروحش تدب فيها، أدي نار ما تروحش ترمي نفسك فيها، أدي إنسان شرير ما تعملهوش، ادالك إرادة ليه؟ أمال هيحاسبك إزاي؟ هيحاسبك إزاي؟ دي تماحيك كذابة يا حبيبي. يبعدني عن أصحاب السوء ويقربني منه. يا ابني ده هو اسمه عمانوئيل، يعني ما بيفرقكش لحظة واحدة مش يقربك منه. ده انت عليك تفتكر ان المسيح جنبك، المحب الألزق من الأخ لازق فيه، مش بيفرقك ولا لحظة واحدة. بس انت افتكره، انت نسيه وغيرك نسيه وغيرك نسيه. تقول لي يقربني منه، يقربك ايه يا ابني؟ يقول هلك شعبي لعدم المعرفة. أنا بذكر كل إنسان دلوقتي إن ربنا لازق فيك، بس أنت افتكره، أنت افتكريه. ولما نفتكره إن هو لازق فينا مش هنعمل خطيه، وحنعيش حياة مسيحية طاهرة ونقية. مسيحنا معانا مش بيفارقنا، مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان. مسيحي خلي وزي ظلي، هل الظل بيفارق صاحبه؟ هو لا يمكن يفارقني. أمال أنا بقول يقربني منه إزاي؟ افتكر المسيح اللي جنبك واللي ماشي معاك واللي داخل وخارج معاك واللي صاحي ونايم معاك واللي قاعد وانت بتاكل لقمة قاعد جنبك، مش بيفرقك. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفرقني معايا تملي، مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفرق معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان. شايلني وشايل ومدبر أمري كل الزمان. قدامي ورقتين هقراهم الاثنين، واحد زعلان مع نسايبه بقاله 6 سنين، أرجو يا أبونا إنك تتدخل وتقول لينا الرد، وأنا صديقه موجود بالكنيسة. والتانية بتقول لو سمحت يا أبونا اتكلم مع جوزي قدام التلفزيون الآن، متجوز من 16 سنة بيخصمني حوالي 8 سنين ومصالحة 8 سنين في نفس البيت، تعبت من كتر الخصام، يصوم ويتناول كل أسبوع ويقعد قدام الاجتماع عشان يتغير أبداً. أرجو الكلام معاه لأني فكرت أفكار الخروج من الحظيرة بسببه. يا ولد يا ولد يا ولد، خروج من الحظيرة وبسببه تروحي جهنم، تروحي جهنم. الخصام
بيقول الكتاب لا تغرب الشمس على غيظكم، لا تغرب الشمس على غيظكم. واحيانا بيوصوا الزوجين لما بيقولوا لهم التحليل في نهاية الإكليل، بعض الآباء المباركين في توصياتهم بيقولوا ما تباتوش ليلة واحدة متخصمين، ما تباتوش ليلة واحدة متخصمين. وخصام يعني ايه؟ خصام يعني اختلاف في الآراء، يعني فلان ذاته نقع عليه وفلان ذاته نقع عليها وخبطوا في بعض واتخصموا، فلان وفلانة ما فيش وحدانية، يعني ما فيش محبة. ولو خلي البيت من المحبة يعني خلي من عمل المسيح. مش هقول خلي من المسيح لأن المسيح مش بيفارق البيت، خلي من عمل المسيح. المسيح يرفع ايده زي الروح القدس في الانسان الخاطئ. احنا اخذنا الروح القدس بالمسحه المقدسه عشان يعمل فينا. الانسان لما يعيش في الخطيه تلاقي الروح القدس يسكت، يحزن او يطفي. يحزن لما الانسان يعمل خطيه، يطفي لما الإنسان ما يكون له الشهادة من أجل مجد المسيح، فتلاقي الروح القدس يسكت كأنه مش موجود، والمسيح اللي في البيت كأنه مش موجود. ليه؟ لأن الاثنين عايشين في الخطية، الاثنين متخصمين، الاثنين متخصمين. في حين أن سر الإكليل بتاعنا بيقول أن الاثنين بيبقوا واحد بعمل الروح القدس في الإكليل. واحد زائد واحدة يساوي واحد بعد الإكليل. طب فين الوحدانية؟ الوحدانية يعني فكر واحد، رأي واحد، رغبة واحدة، اتجاه واحد. في راحة في الاتجاه، في العمل، في الأفكار، في كل شيء في راحة. الاثنين ساندين بعض، والاثنين مأيدين بعض، والاثنين فرحانين ببعض. ده هو ونسايبه زعلانين بقالهم ست سنين. ست سنين يا اخي، ده كويس ان ربنا صبر عليكم. انا هقول لكم كلكم، مين ضامن ان تطلع عليه شمس؟ حد يضمن؟ حدش يضمن. طب وازاي عشتوا ست سنين في الخصام والزعل؟ وانت مخاصم وزعلان هنا هتروح تقف قدامه تقول له ايه؟ يعني لما انسان بيغلط في انسان هنا او بيخطي في حق انسان لازم يروح يصالحه ويقول له اخطيت سامحني، والا ما يقدرش يجي يقف قدام ربنا ويقول له اخطيت سامحني، اغفر لنا ذنوبنا. وبعدين غفرت لاخوك؟ لا، يقول له امشي امشي، ما يردش عليه. اغفر لنا ذنوبنا لأننا غفرنا لمن أساء إلينا. يعني أنا غفرت الأول، اترك قربانك عن المذبح واذهب اصطلح مع أخوك أولا. الأولويات في حياتنا إني اصطلح مع أخويا قبل ما أقول له سامحني، وإلا يبقى صلواتنا كلام. ما احنا بنبرطن كلام، أمان الذي في السماوات. استفدنا يا ما ناس بتبرطن كلام، يا ما ناس، لا يا من الصلاة مش كده. ده الصلاة يعني صلة، صلة حب بيني وبين محبوبي، صلة حب بيني وبين محبوبي. وما اقدرش اقول محبوبي الا وكان في صلح بيني وبينه. ايه اللي يبطل الصلح بيني وبينه؟ خطيتي. هو صنع الصلح من جهته، وانا ما اقدرش اصطلح معاه لو كنت في الخطيه. لازم اتوب توبه حقيقيه.
فبقول للعيلة دي وبقول للأقرباء والأنسباء: توبوا الآن وعيشوا في سلام الآن، وما تغمضوش عليكم وتناموا خطيتكم في قلبكم. لأن بيقولوا: قل لي يا صاحب ازاي تنام وتغمض عينيك وخطيتك في قلبك؟ مش خايف العريس يجي في نص الليل وياخد عروسته وانت ما يكون لكش نصيب معاه؟ ازاي تغمض عينيك وتنام وخطيتك في قلبك؟ ممكن العريس يجي في نص الليل، ممكن العريس يجي في نص الليل وحاجات كتير بتقول دلوقتي ان المسيح على الابواب، المسيح على الابواب. في انسان ممكن ياخد الكلمه جد ويقدم توبه، وانسان اي كلام اي كلام. كنت بتكلم من كام يوم في جلسه خاصه كده، وبعدين حسيت اني واحد من اللي قاعدين يعني الكلام كده مش واصل له، يعني هو زي الحجر كده والكلام بيرجع. انا حسيت كده، واحنا بنحس حتى نبص في وشك نبقى حاسين كده. في انسان يشجعنا في الكلام، وفي انسان تخلينا نتغم في الكلام. فحسيت بالراجل ده وهو بيسمعني كانه مش هنا خالص. هل يا ترى سرحان في ايه؟ مشغول بايه؟ كلام مش همه، مع ان الكلام يعني له تأثير. فلقيتني وكأني يعني انا كنت قاسي جدا في كلامي، فقلت له: انت بتكذب. انا سبت الكلام: انت بتكذب. يا دوب كده ومعناها كلمة مع التانية: فين على ما ابتدى زي ما تكون بتصحي ميت ميت، وابتدى يسمع الكلام: إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا، أحيانا مع المسيح، أحيانا مع كل إنسان صانع خطية ميت. عشان كده يقول: استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. اوعى تسمع كلمة وتستنى زي ما انت، لا، ده مش كلام هيضيع هدر كده، لا، ولا ربنا بيشتغل بلا هدف. كلمتي لا ترجع إلي فارغة، إما تنجح فيما أرسلتها إليه، وإما أنت المسؤول وأنت المسؤولة. كل اللي سمعني والعائل يتوب الآن، والعائل يتوب الآن. واحد بيقول: لو شخص ماشي في وقت الفطار ولقى قدامه عصير ومايدة عادي لو أكل وشرب، هل يجوز أم لا يجوز؟ لا، لا يجوز، لأن مش من حقك. ليه؟ لأنك أولا أنت مش صايم، وفي واحد تاني صايم أحق منك. والحاجة التانية دي مش بتاعتك لأنك أنت مسيحي، دي بتاعت غيرك، بتاعت صاحبها، واخد بالك؟ والحاجة التالتة، أنت ماشي تتسول في الشوارع، تتسول، عارف تتسول يعني إيه؟ ها؟ تشحت يعني. اشبع بمسيحك يا ابني. ما رأي قدسك في شخص اتجوز وبعد فترة من الزواج
اكتشفت انه من الناس المثليين شاذ يعني. فحاولت الزوجة اصلاحه وتقربه من الكنيسة وعرضه على الدكتور، لكن ما استجبش ورفض بشدة، وما زال على هذه الحالة، خصوصا ان مراته بنت المسيح جدا وهي مواظبة على الصلاة والتناول، وقال ربنا ملهوش حاجة عندي. فقررت الزوجة الذهاب إلى أهلها هي وأطفالها. صلي لأجلي أرجوك. واحد تاني بيقول أنا عندي شذوذ، كلمني يا أبونا كلمة منفعة أرجو التوبة. شوف يا ابني وانت سمعني دلوقتي، تتوب فورا، تتوب فورا وبدموع قلبك قبل دموع عينيك تمسك في ربنا وتقول له اسند ضعفي وتوبني، اسند ضعفي وتوبني. اما عن الزوج ده اللي رافض حتى العلاج، يا ترى هيسمعني؟ عايز اقول له واقول لغيره، يا ابني انت مصر على هلاك نفسك، مصر على انك تروح جهنم. ولو فكرت في كلمة جهنم النار الابدية دي، مش ممكن هتمشي في السكة اللي انت ماشي فيها. جهنم النار الأبدية. نعم ممكن تكون ضعيف، وممكن الموضوع محتاج إرادة قوية وعزيمة، لكن أقول لك يا ابني مسيحك أقوى من كل ده، ولا يعصر عليه أمر، ويقدر لو أنت تمسكت بيه، مسكت بيه وقلت له اسندني وعالجني، لا يمكن يسيبك مريض، لا يمكن يسيبك مريض. فتعال يا ابني ابكيله، ابكيله قبل فوات الاوان. محدش ضامن يا ابني هتطلع علينا شمس ولا لا، ابكيله دلوقتي انتوا الاثنين، الزوج ده والاخ ده، واي انسان عنده تعب زي كده اصرخ لإلهك والعائل يتوب الآن، يتوب الآن. دم المسيح يطهر من كل خطيه، والمسيح له كل المجد، اللي هو الله اللي ظاهر في الجسد، هو اللي خلقنا وهو اللي ممكن يعجننا من جديد، هو الفخار الأعظم. قل له يا ربي اعجني من جديد وافطمني عن كل شهوة ردية واديني حياة جديدة يا رب، افطمني عن كل شهوة ردية. ربنا ما يسيبكش أبدا ولا يسيبك لضعفك، لكن يدي لك قوة ويشددك ويقويك وينجيك من الهلاك اللي منتظرك. توب الآن يا ابني، توب الآن. اهتمام الجسد موت، اهتمام الجسد موت، أما اهتمام الروح فحياة وسلام. قل له رب استلمني، استلمني، ابطل كل جسدانية في حياتي، روحك يملكني ويسود علي، اديني نعمة وحياة جديدة وغيرني واستلمني. امين. واحد بيقول انا شاب عايش في اوروبا متجوز، لكن عيني شريرة وفكري شرير وضميري بيأنبني وعايز أتوب توبة من قلبي. مراتي ست نقية جدا وبحبها،
وعايز أعيش في نخاوخ، أعمل إيه؟ إيه هو إرشادك ليا وأنا شماس وبحب الكنيسة والصلاة بفرح جدا بإلهي، لكن برجع تاني وأنا جيت الاجتماع وقلت من قلبي لازم أطلع تايب النهاردة. أمين. حلو، قلت من قلبي لازم أطلع تايب النهاردة. أمين. الله يحب الجد، ما يحبش النقنقة، يعني ما يحبش الإنسان. صحيح ربنا بيحب على طول الناس، بس هو عايز، يعني مش عايز الإنسان رايح جاي كده، مرة يجري له ومرة يدي له ظهر، مرة يجري ومرة يدي له ظهر. ناس كتير عايشة إيه؟ أجي النهاردة أعترف وتناول وارجع تاني، اعترفت وتناول ورجعت تاني. لا 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 لا، مش هي دي الحياة المسيحية. عارف قبل ما أقول اعترفت وتناولت أقول أنا تبت وتركت الخطية، ومن يترك خطاياه يرحم. أنا تبت وترميت على ربنا وترميت في حضنه، ومش حسيب حضنه تاني، مش حسيب حضنه تاني. أنا سلمت حياتي، مش هرجع تاني. دخلت من بره لجوا البيت، مش هطلع تاني. واتغيرت، سبت الماضي، رميته من ورا ظهري، قدمت توبة حقيقية. والتوبة هي ترك الخطية وكره الخطية وعدم الرجوع إليها. يعني إنسان كان حرامي لا يمكن يرجع يسرق تاني، تاب تاب. إنسان كان زاني تاب، ساب الحاجات دي. هذه التوبة، التوبة. بعدين لو سألت نفسك، لو عرفت إن الخطية دي نهايتها هلاك، تعملها ليه؟ تعملها ليه؟ فين العقل؟ عارف ربنا ادالك عقل وحكمة ليه؟ للسبب طبعا، لأسباب كتير ادالك عقل وحكمة، لكن السبب الأولاني انك تبقى عاقل وحكيم وتختار الأبدية السعيدة. تبقى عاقل وحكيم وتسلم حياتك للمسيح، تبقى عاقل وحكيم وتقول أنا اخترتك يا رب، أنا قبلتك يا رب، أسكن في قلبي. تبقى عاقل وحكيم انك تملأ إناءك بالزيت ومصباحك بالزيت وتنتظر العريس المبارك. ادي الحكمة. اما يقول خمس عذارى حكيمات، حكيمات ليه وعقلين ليه؟ لان مصابيحهم مليانة واوانيهم مليانة، مليانة بالزيت. والزيت هو ايه؟ اما ملء روح الله او الاعمال الحلوة او حياة الاستعداد او كل حاجة حلوة في حياة الانسان اللي عايش مع ربنا، لعايش مع ربنا. فثبت إيمانك وأقدامك في طريق التوبة من النهاردة، وحياة جديدة من غير رجوع، من غير رجوع. دي نيتك تقدمها لربنا، ودي إرادتك تقدمها لربنا، وهو يعينك ويساعدك. وهو بيخبط على كل قلب زي فلان اللي تاب النهاردة ويقول توب توبة حقيقية من غير رجوع. على القلوب بتقرع وطوبة للي يسمع، على القلوب بتقرع وطوبة للي يسمع، ويتوب توبة من قلبه، توبة من غير رجوع، ويتوب توبة من قلبه، توبة من غير رجوع. سامحنا يا فادينا بابنا يا يسوع، سامح يا فادينا بارك يا يسوع.
عيوننا بتترجاك مليانة، عيوننا بتترجاك مليانة. هل يا أبونا مكاري أثناء الورث هل البنت تاخد زي الولد؟ وده حرام لأن الولد بيتعب مع أبوه وهي ما بتتعبش. إيه رأيك إنها بتتعب أكتر منك؟ لكن سواء تتعب أو ما تتعبش ربنا قال ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، وقال دي زي دي، الاثنين واحد، الاثنين واحد. فالإنجيل بيقول الاثنين واحد، يبقى كل واحد وواحدة يقسموا زي بعض، يبقى الست تاخد زي الراجل. إنما الطمع، الطمع والسرقة والغش والتزوير بيخلي الناس تمشي غلط، تمشي غلط. قدامي ورقة كبيرة قوي، ده في جورنال عم أولادي، دي مأساة، مكتوب مأساة، مأساة أم أمام المحكمة. عم أولادي سرق ميراثهم واختفى، ده العنوان الكبير في الجورنال، مش عارف جورنال إيه. الحوادث، يا نهار أبيض الحوادث. عم أولادي سرق ميراثهم واختفى، وبعد ما سرقهم واختفى هيروح من ربنا فين؟ هيروح من ربنا فين؟ وبعدين الميراث اللي سرقوا وهرب ده ورثوا عن مين؟ عن أبوه. وأبوه راح فين؟ روح. وهو مش هيروح؟ حيران. لكن فين العقل؟ فين العقل؟ لو فكر ان الميراث ده قبل ما يجي في ايده كان في ايد غيره وحيسيب ايده ويروح لغيره، لو فكر كده مش ممكن حيعمل غلط، بل بالعكس، بالعكس ده ممكن يدي اكتر. خد، هي لقمة بتاكل، هتاكل اكتر من اللقمة يا اخي، كل لقمتين بس ادي الماء لغيرك، كل ثلاث لقمات، مالك بتكوش على الدنيا ليه؟ ده عمى، ده عمى الانسان، عمل. ما هو العالم دلوقتي متكالب، العالم كدول والعالم كشعوب عمال يجري سعران سعران. بعد شويه هتلاقي الميه خلصت، ميه نشفي في حرب مياه، بعد شوية هتلاقي الجاز خلص، حرب جاز، بعد شوية هتلاقي وهتلاقي وهتلاقي. ويا ويل الإنسان اللي يستنى على الأرض. ده بيقول سفر الرؤيا عن وقت، ما أعرفش الوقت ده هيكون فين. بيقول عن الناس اللي هيستنوا من الحرب الشديدة دي، يطلبون الموت ولا يجدون فيهرب منهم. الناس تشتهي الموت، تشتهي الموت، يا ما ناس هتنتحر. ليه؟ ايام صعبه ومره ومره. اهو النهارده بيقولوا انجلترا مش عارف طلعت منين، من اللي انا ماليش في السياسه ولا افهم دي راح فين وجاي منين، لكن اول ما سمعت دلوقتي وانا جاي قلت دي علامه،
هيحصل دربكة في العالم على الأقل من الناحية الاقتصادية، وعلى الأقل من ناحية الهجرة والدخول والطلوع، وعلى الأقل من ناحية ومن ناحية هيحصل دربكة في العالم. قلت دي علامة بعد منها أحداث كتير، أحداث كتير. إيه اللي هيحصل؟ الله أعلم. المهم موازين العالم ابتدت تختلف، ابتدت تختلف. يبقى إذن بكرة هيجي ومعاه أحداث جديدة، أحداث جديدة، والشر بيتنامى يعني بيزيد، والأشرار بيزدادوا قوة، والشيطان هياخد براحه، وزي ما بيقول السفر يضل لو أمكن المختارين، يضل العالم كله ما عدا الذين أسماءهم مكتوبة في سفر حياة الحمل. وبعد شوية أيام جاية ما نعرفش فيها إيه، لكن ما فيهاش سرور وما فيهاش راحة. عشان كده يا ابني ما تجريش ورا ورث ولا ورا تراب، ده تراب، تراب من أيام فرعون يوسف، من أيام فرعون يوسف لما حصل الجوع والناس باعت بهيمها وباعت لغاية ما باعوا أرضهم، فالدولة اشترت الأرض وبقت الأرض كلها ملك مين؟ ملك الدولة. بيركبها ده ويسلمها للتاني، والتاني بيسلمها للتالت، وكل واحد بيجي على الأرض شوية ويمشي، يجي على الأرض شوية ويمشي، يقول لك اركب الأرض. مين ركب الأرض دي؟ فلان. الله، ده ماشي. مين ركب تاني؟ فلان. الله، ده ماشي. وكله هيمشي. يا ابني دي دنيا كذب في كذب، صدقني دنيا كذب في كذب، وكذاب اللي يمسك فيها، كذاب اللي يمسك فيها. امسك في إلهك ومخلصك واضمن ميراثك الأبدي، اضمن ميراثك الأبدي. هنا ملكش نصيب، هناك في السماء ليك. ارفع وجهك يا غريب، حبيبك أهو مستنيك. هنا ملكش نصيب، هناك في السماء ليك. هنا هناك في السماء ليك. ارفع وجهك يا غريب، ارفع وجهك يا غريب، ارفع وجهك يا غريب، حبيبك أهو مستنيك. ارفع وجهك يا غريب، حبيبك أهو مستنيك. هنا ملكش نصيب، هناك في السماء ليك. ارفع وجهك يا غريب. فين العقل؟ فين الحكمة؟ انتوا سامعين ولا مش سامعين؟ صحيين ولا نايمين؟ نايمين. ابونا بتعلم وتقول ان اي انسان في قلبه بغضه أو كراهية هيروح جهنم، وأنا عندي خطية بغضة وكراهية بتلازمني تجاه بعض الشخصيات، سواء كانوا جيران أو ناس أساءوا إلي بتصرف أو إلى آخره. المهم في الآخر بيقول أنا ما بقدرش أسامح وما أقدرش أغفر وما أقدرش أحب. شوف يا حبيبي، لما بيقول من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله إيه؟ محب. قول تاني معايا، من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله
محب. كمان مرة، من لا يحب لم يعرف الله لأن الله. يبقى اللي بيكره ايه بالبلدي، اللي بيكره ما يعرفش ربي، اللي بيكره ما يعرفش. مهما قال انا ما اعرف ربنا كذاب، ومهما صلى وقال يا رب كذاب. اللي بيكره ما يعرفش ربنا، احفظ الكلمة دي. اللي بيكره، ما ده معنى الآية، من لا يحب يعني اللي بيكره، لم يعرف الله يعني ما يعرفش ربنا، لأن الله محب. يبقى اللي بيكره ما يعرفش ربنا، ادي معنى الآية، اللي بيكره ما يعرفش ربنا، يبقى رايح فين؟ على جهنم. طب يعمل ايه العاقل دلوقتي وهو سمعني؟ يعمل ايه العاقل؟ يمسك في ربنا بايديه واسنانه، يقول له غيرني غيرني، انا بتوب، انا برجع لك، غيرني، شيل البغضة من قلبي، مش عايز اكره، بس انا مش قادر احب يا رب، مش قادر، ده فلان عمل وسوى فيا، هو كاتب هنا عن يعني، مش عايز اقرا الكلام المكتوب، المهم يقابلنا اللي قابلنا، انا وانت وانت مش هنقدر نحب، لان لو حسبناها كده ازاي فلان اللي عمل وسوى واللي سرق ونهب مني واللي ظلمني واللي عمل واللي 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 هقدر احبه ازاي؟ انا وانت وانت مش هنقدر نحب. امال الحل ازاي؟ الحل ازاي؟ لما قال معلمنا بولس الاختمار الحلو ده، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. اتاري المسيح لما يملك عليا، هو اللي بيحب العدو، هو اللي بيشيل الكراهيه من قلبي، هو اللي ملاني بالمحبه، هو المحبه. يبقى تتصالح مع المسيح دلوقتي، وتسلمه حياتك دلوقتي، وتسكنه في قلبك دلوقتي، وهو المحبه، مش هيبقى لك عدو، مش هيبقى لك عدو، ويتحل الاشكال. انما تستنى لوحدك وتكره فلان وتحب فلان، مش هتوصل، واحنا بطبيعتنا مش هنقدر نحب العدو، ولا نقدر نحب حد. الاخ اهو متخانق مع اخوه، وست سنين مخاصمين بعض، تيجي ازاي؟ لما المسيح يملك على قلبي، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. اقول له تعالى املك علي، تعالى املك علي، تعالى واستلمني، بدد الظلمه في داخل قلبي، واشرق بالنور في حياتي، واقول مع عبدك احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. تعالى وغيرني، تعالى وغيرني، اعجلني من جديد ايها الفخاري الاعظم. ويتحل الاشكال بتاع ده مش منور ليه. واحد بيسأل عن ملك السيد المسيح 1000 عام، سفر الرؤيا بيقول لا أفهم هذا الجزء، أرجوك اشرح لي باستفاضة. واحنا هو في شرح لسفر الرؤيا، عشان أشرح أنا هقول لك الكلام زي ما هو مكتوب. شوف، هو إن كنا في الأيام الأخيرة دلوقتي أو أي حاجة،
هيظهر ثلاثي. أنا هقول الكلام زي ما هو مكتوب، أنا مش بفسر. ثلاثي نجس زي الثالوث القدوس بتاعنا، الآب والابن والروح القدس إله واحد. هيبقى فيه واحد اسمه الوحش، والوحش ده يقول لك إنسان غير عادي، إنسان، وكاتب رقم اسمه 666، وبيقول اللي يحسب الرقم ده ممكن هيعرف الاسم، ليها طريقة للحساب بطريقة أبجد هوس. فبيقول ده إنسان هيظهر في العالم صفاته جبارة جبارة. الشيطان هيديله كل قوته. عارف قوة الشيطان قد إيه؟ عارف الشيطان لما ربنا سمح له يضرب أيوب في لحظة موت عياله العشر، في لحظة موت كل بهايمه، في لحظة ضربه بالقروح ونيمه في الأرض. قوة الشيطان جبار، اديها للشخص ده، هيديها للشخص ده ويصنع بيها آيات ومعجزات وينزل نار من السماء. ده المكتوب هنا. والنبي الكذاب نمرة ثلاثة، الوحش والشيطان والنبي الكذاب اللي بيقولوا عليه المسيح الدجال. النبي الكذاب يمشي قدام الوحش يعمل له دعاية عشان الناس تؤمن بالوحش، والوحش هيكون له علامة، علامة على الجبهة أو على الإيد اليمنى، علامة، واللي له العلامة هو اللي هيبيع ويشتري، واللي ملوش العلامة مش هيقدر يبيع ولا يشتري. شوف الترتيب اللي هقوله من هنا. نمرة واحد، قبض على الوحش والنبي الكذاب معا. ده في الأيام الأخيرة قبضوا على إيه؟ طبعا ملائكة السماء قبضوا على الوحش والنبي الكذاب. وطرح الإثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. ده في نهاية الأيام. يبقى قبضوا على مين؟ الوحش والنبي الكذاب، وترموا فين؟ في جهنم. ادي نمرة واحد، خلي بالك. نمرة اثنين، ينزل ملاك من السماء ويقبض على الشيطان وقيده 1000 سنة. يقيده ايه؟ 1000 سنة. الشيطان يعني التنين. نمرة واحد راح مين؟ الوحش والنبي الكذاب. نمرة اثنين اتقبض على مين؟ على الشيطان. نمرة ثلاثة، بيقول هتبتدي 1000 سنة. يقول رأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السم على جباههم ولا أيديهم، عاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. عاشوا يعني قاموا من الأموات وملكوا مع المسيح 1000 سنة. يبقى في ناس هيقوموا من الأموات ويملكوا مع الكلام مكتوب، أنا مش بفسر. عاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. أما بقية الأموات فلم تعش، يعني ما قامتش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى، القيامة الأولى. وبعد القيامة الأولى إبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة منتقدة بالنار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا. بعد كده يتقبض على الشيطان ويترمي في البحيرة المنتقدة بالنار والكبريت.
طيب هسأل، هل الوحش جه؟ هل الوحش جه؟ لسه ما جاش، ما سمعناش عنه. يبقى هل ابتدت الألف سنة؟ لا لسه. هندخل بقى في التفاسير اللي هي ملهاش لازمة، مش بتاعتي. أنا قلت لك شوية كلام، كفاية أسئلة. أحب أقول إن كنت عايز تشهد عن نعمة ربنا في حياتك وربنا تمجد، ارسل شهادتك على واتساب أو فايبر، رقم التليفون اللي بيعلنوه ممكن تطلعوه على الشاشة، 012-858-17579. أقوله تاني، 012-858-17579. ده اللي ممكن تراسلوا عليه. اللي هيراسلوا مين؟ اسمهم الإدارة هنا، الاجتماع يعني، على الواتساب، اسمه واتساب، والفايبر، والفايبر. أما في حاجة أحب أعلق عليها، بلغني من كام يوم أني وصلت مكاتب لبعض كنايسنا في أمريكا أني أبونا مكاري يونان غير مرحب بي، فاتصلنا بسكرتارية قداسة البابا، فبعد يوم أو يومين جالنا الرد عن طريق السكرتارية وقال لنا قداسة البابا بيقول أبونا مكاري ما عليهوش حاجة ومرحب بيه في كل كنايس الكنيسة القرطية الأرثوذكسية. فأنا بشكر الأب الحقيقي المحب للخدمة والعارف معنى الخدمة، وأنا أقصد الكلمة والعارف معنى الخدمة، قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني. ولأنه هو خادم أصيل ويعرف معنى الخدمة وحامل مسؤولية النفوس اللي ربنا سلمها له والكنيسة الجامعة اللي صارت في رقبته، فإنسان عارف الخدمة الحقيقية يفرح بالخدمة المثمرة لأنه بيجمع مش بيفرق، في نفس الوقت هو باصص لمجد المسيح، عايز يمجد اسم المسيح. فمين بيمجد اسم المسيح؟ أي إنسان بيمجد اسم المسيح يشجعه، فشجع أبونا مكاري المسكين الضعيف وسنده وقال كلمة حق، أنا بحييه من قلبي ونصلي من أجله. لأنه إنسان مش دوم، مش بيدور على مجد نفسه، شاف إنسان صغير في الكنيسة أو عسكري صغير بس الرب عامل بيه ومثمر بيه فبيشجعه، غير أي إنسان تاني عينيه مرخية عن مجد المسيح وبيدور على مجد نفسه. عشان كده بص لأبونا مكاري أو غيره فحقد عليه وكرهه وابتدى يتكلم ضده بكلام غير حقيقي. أما عن الشعب المسيحي في أمريكا وكندا أو في أي مكان، أنا أضرب الشعب اللي في أمريكا، ناس أولا استنيروا، ما هماش دلوقتي زي القطيع هتقول لهم سيب دي واشرب من دي، لا،
ناس بتميز وبتسمع الكلمة اللي تعجبها، وبيستقبلوا الإنسان اللي يرتاحوا له واللي عارفين إنه حيفيدهم. وأمام الله أنا بشهد ما في يوم دخلنا كنيسة في أمريكا أو في أي مكان إلا وكان يوم عيد، كان يوم عيد فرح غير عادي واستقبال غير عادي. فأنا بسأل، هل استفتيتوا الشعب في أمريكا؟ قال لكم أنا مش عايز أبونا مكاري، أنا أتحدى لو جبت 10 في الملايين اللي موجودة في أمريكا يكرهوا أبونا مكاري، أتحدى. وبعدين ليه؟ وليه الجرأة دي على أبونا مكاري؟ لأن 40 سنة بخدم الكنيسة دي، كنيسة البابا شخصيا، 40 سنة بخدم في حضن قداسة البابا المتنيح، ودلوقتي في حضن قداسة البابا الأنبا تأدروس، ربنا يديله الصحة والبركة. ما حدش تجرأ وقال لي كلمة ضدي، ما قالش كلمة ضدي. تروح تطلع بيان وتقول أبونا مكاري أن ويلكم أت إني تشيرش، خلاص عرفت تتكلم إنجليزي يا أخويا، أن ويلكم. أنا بشكر قداسة البابا اللي فعلا ريح قلبي بكلمتين عن طريق السكرتارية، والسكرتارية بعتوا لي رسالة مكتوبة على الموبايل موجودة عندي، لأني كنت ساعتها خلاص فاض بي الحقيقة، فاض بي من الاتهامات والكلام اللي لا يليق. ليه؟ هل ده خدمة في الكنيسة؟ هل اللي بيتكلم ضدي ده بيخدم ربنا، بيمجد اسم المسيح؟ لا، أرجو يكون في نهاية للحقد والحسد والكراهية والبغضة. إنسان، لنفرض أنا ما صنعتش نفسي، أنا مش أنا اللي عملت في نفسي، أنا إنسان غلبان بقول كلمتين، لكن الرب هو اللي بيشتغل. أنت بتحارب المسيح مش بتحاربني أنا، أنت بتقفل الباب قدام المسيح مش قدامي أنا. أنا خدام لا حود ولا حجيب، موجود النهاردة مش موجود بكرة، أنت مش بتحاربني أنا. وبعدين لو أنا غلطان، تعال قول لي أنت غلطان في كذا، حكمني. وأنا أتحدى على الهوى، وللمرة التانية بقول أتحدى إنسان يطلع لي كلمة غلط في عقيدة أو في تعليم، أتحدى أن واحد يقعد قدامي ويطلع لي كلمة غلط. إنما الشتايم والإهانة ما يصحش. أرجو يكون في نهاية للكلام ده. كفاية. خذوا ده لمجد المسيح، مش هقراه دلوقتي. اعطوا مجدا للملك المسيح. ترنيمة 25 موجودة غلط في الترتيب، غلط، الكل باطل. أيوة، هي 25. وقت كل ناس إنك غريب ولابد حروح وطنك قريب، اوعى تكون ناسي انك غريب ولابد حروح وطنك قريب. ويشغلنا وننسى وطننا، ويشغلنا وننسى وطننا، والكل
صفات المشاهد هو يكون ملك هو الحبيب تختي ويسوء حالك حبه رهيب ويشغلنا وننسى وطننا ويشغلنا وننسى وطننا والكل باطل مش عايب قالنا والكل باطل مش عايب هو يكون سندك ذرة إنسان لابد حي عندك مع الزمان هو يكون سندك ذرة إنسان لابد حي عندك مع الزمان ويشغلنا وننسى وطننا ويشغلنا وننسى وطننا وكل باطل وكل باطل هو يكون عزك جاه سلطان خلي المسيح ترسك لا لن تهان هو يكون عزك جاه سلطان خلي المسيح ترسك لا لن تهان ويشغلنا وننسى وطننا وننسى وطننا والكل باطل مش هيبالنا والكل باطل ناخد اخر عدد اوعى تكون مؤمن خلاص يسوع ساعتها ايه تعمل يومين اوعى تكون مؤمن خلاص يسوع ساعتها ايه تعمل يوم الري ويشغلنا وننسى وطننا ويشغلنا وننسى وطننا والكل باطل مش حايب قالنا والكل باطل مش حايب قالنا
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ربنا كان مرة اداني تأمل في لقاء وقلت في التأمل في ثلاث عينات من المسيحيين، واحد المسيح واقف على بابه، والثاني واقف على باب المسيح، والثالث في حضن المسيح. أول واحد اللي هو المسيح واقف على بابه، اللي هو مين؟ الابن الضال اللي بيقول له المسيح أنا واقف على الباب وإيه؟ وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو إيه؟ معي. يبقى ده اللي هو المسيح واقف على بابه، والتاني اللي هو ايه؟ الابن الكبير اللي لما جه من الغيط وسمع الفرح جوه مرضيش يدخل، وقف على الباب. وقف على ايه؟ يبقى التاني ده هو واقف على باب المسيح، واخدين بالكم؟ والتالت اللي هو دخل جوه وترمى فين؟ في حضن أبوه السماوي. لكن وانا بتأمل عايز اتكلم كلمة النهاردة، هتكلم وانت قدامي وشايفك بالإيمان وانا خدامك، والكلام اللي هتديهوني هقوله. وانا بشكرك يلي سندني وحدك، وانت اعظم سند، انت اعظم سند، حلو وطيب وحنين. حبيبي حل دوتو حل حرقه حلاوه وكله حلو، حبيبي حل دوتو حل حلقه حلاوة وكله حلو، حبيبي حل وطبعه حل ينسى الأسية وكله حلو، حبيبي حل وطبعه حل ينسى الأسية وكله حلو، حبيبي حل دوتو حل حلقه حلاوة وكله حلو، حبيبي حل. حاضر معانا؟ ايه رأيك؟ حاضر معانا؟ انت مصدقة؟ صدقوني هو شخصيا حاضر معانا، ده مش كلام أبونا مكاري، ده وعده هو، ده وعده هو. العالم يهينك وهو يعزك، العالم يلومك وهو يعزيك ويفرحك، العالم يتهمك وهو يبرأك، وهو صاحب السلطان، كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي. أنا عايزك أنت يا صانع القوة هات تشغل يامي،
معجزات. أنا صاحب القوات تشغل يمينا تعمل معجزات. انت عارف ظروف قبل انا ما احكيها مهما كانت صعبة تقدر عليها. انت عارف ظروف قبل انا ما احكيها صعبة تقدر عليها. من يوقف قدامك افتكر مقامك. من يوقف قدامك افتكر مقامك. ده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي ساير امامك. ده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي ساير امامك. روح الله مليني هو بيعزيني. روح الله مليني هو وصوت يسوع مني بيت مني ويقول ده انت في امي. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. هنتكلم النهارده بنعمة ربنا بعنوان الواقفون على الباب. الواقفون فين؟ اللي هم انهي نوع؟ انهي نوع؟ اول ايه يا ابني؟ الاولان المسيح واقف على الباب، لكن دي البني ادم اللي واقف على الباب. يبقى نمره كام؟ الواقفون ايه؟ على الباب، اللي هو الابن الكبير ده لما جه من الغيط وسمع الدربكة جوه وسأل في ايه يا ابني؟ قال له اخوك رجع، فغضب وقف على الباب وقف على الباب وقف على الباب. ابوه طلع له بره لكن لسه واقف على الباب. هتكلم بعنوان الواقفون على الباب، اللي واقفين فين؟ الباب اللي بيدخل منه ايه؟ المخلصين. الواقفون على الباب. وقبل ما اتكلم اقول ان الروح القدس قال ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. وقفتوا تصدرتوا كده، لن تدخلتوا ولا خليتوا ايه حد يدخل. ويقول معلمنا لوقا ويل لكم ايها الناموسيون لانكم اخذتم مفتاح المعرفه، لا دخلتم ولا خليتوا حد يدخل. ايه ده؟ العنوان اسمه ايه؟ الواقفون فين؟ على الباب. تعال نشوف اللي تصدر ده على الباب. ده الابن الكبير. الابن الكبير ده انا بتأمل كتير في الابن الكبير، بس النهارده
لفت انتباهي جدا كلمة، والكلمة دي هتكون محور كلامي وتأملي. الابن الكبير ده جه من الغيط، وبعدين سمع طرب ورقص، فدعا واحد من الخدمين من الغلمان وقال له الكلمة دي. سأله احفظ الكلمتين دول، ما عسى أن يكون هذا في إيه؟ بيسأل مين؟ خدام. بيقول له إيه؟ هذه الكلمات اللي هتكلم فيهم، ما عسى أن يكون هذا في إيه؟ إيه اللي حاصل؟ الضخ، وأنت مش دريان ببيت أبوك؟ مش دريان باللي حاصل جوه؟ أمال أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ قاعد تعمل إيه بره؟ ما عسى أن يكون هذا. أولا نهاية الفصل بتاع الأولاني يقول فابتدأوا إيه؟ يفرحون، يبقى جوه في إيه؟ فرح. وانت عارف يقول ايه؟ بيكلم ابوه، بيعاتب ابوه، بيتعدى على ابوه ويقول له خدمتك سنين هذا عددها، خدام عتيق، خادم خدمتك سنين هذا عددها ولم اتجاوز وصية من وصاياك، وجدي قط لم تعطني لأفرح مع أصدقائي. يعني عمرك ما فرحت؟ لا، عمره ما فرح ولا داء الفرح، عشان كده متغاظ بالطبل والزمر اللي جوه، ومتضايق ان جوه فرحانين. ليه؟ لان ما يعرفش الفرح الحقيقي، ما يعرف، ما دقش الفرح، ما دقش الفرح. الرب بيقول لأولاده وبناته افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا إيه؟ افرحوا. لكن أنت ما اديتنيش جدي عشان أفرح مع أصدقاء، أفرح عشان كده أنت عايش كئيب وحزين. ليه؟ لأنك بره، لأنك عمر بره ما هتفرح. طول ما انت واقف على الباب هتبقى حزين وكئيب، لان لسه في الفخ اللي ماسك الناس مأيدهم في حزانة ومهمومين. عندنا ترنيمة حلوة بتقول ايه؟ انفلتنا من فخ الصيادين. انفلتنا من فخ الصياد، هنا امتلأت ضحكا وتراني. انفلتنا من فخ الصياد، أفواهنا تلأت ضحكا وترانم. الرب عب ملامات معنا، فصرنا دوما فارحين معنا، فصرنا دوما فارحين. الرب عظم الأمان، الرب عظم الأمان معنا، فصرنا دوما فارحين معنا، فصرنا دوما فارحين. رنموا واهتفوا يا أحباب، هاتوا دفا عودا حلوا مع رب، فاليوم عيد
اضرب بالبوق فاليوم عين، اضرب بالبوق ليل علي ملك الملوك رب الأرباب، ليل علي ملك الملوك رب الأرباب. جوا في إيه فرح، واللي واقف على الباب عمره ما حيفرح ولا سامح للناس تدخل تفرح. ما دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون، ده الكتاب بيقول كده. خدمتك سنين هذا عددها بس ما خدمتش، لأن الخدمة جوه. والدليل إنك مش عارف حاجة يقول سأل وما عسى أن يكون هذا. ما عسى بتسأل مين؟ بيسأل غلام عيل، عيل مش عارف بيت أبوه جوه في إيه، يعني لسه ما عرفش معنى الخدمة الحقيقية. وكل اللي بيعمله بره باطل. أنا بقدم نصيحة، أنا بقدم نصيحة، أنا بقدم نصيحة. كل خادم يراجع حساباته، أنت بتخدم بره ولا جوه؟ بتخدم بره ولا جوه؟ بتصلي في الكورة البعيدة ولا جوه حضن أبوك؟ سر التوبة، سر التوبة، سر التوبة. أقوم وأرجع إلى أبي، أقوم وأرجع إلى أبي، سر التوبة. سأله ما عسى أن يكون هذا، صوت آلات طرب. آلات إيه؟ طرب. طرب يعني إيه؟ يعني إيه؟ أغاني. أغاني يعني إيه؟ تراتيل وتسابيح وتماجيد. بيغنوا، بيغنوا جوا، وانت بتعمل ايه برا؟ ما عجبوش الصوت، ما عجبوش الصوت. دي ترنيمة بروستانتي، دي ما تنفعش، بلاش دي، بلاش دي. انت عايزنا نغني لك، انت عايزنا نغني لك بحرية وفرح، عايزنا نغني لك. انت صنعت الخلاص علنا، والخلاص لكل من يقبل اليه، وايديك مفتوحة للجميع. ما تسمحش نصعب الامر، ما تسمحش نقف على الباب ونعطن الداخلين، ما تسمحش نخلي الموضوع صعب جدا في عيون الناس. الموضوع سهل، الرب بيقول كل شيء معد، تعالوا إلى العرس، تعالوا. إن خلاص سهل لكل إنسان، من يقبل إلي لا أخرجه خارج. وداخل جوخ أغاني وفرح، ترنيم. اللي ما فرحش طول عمره لما يدخل يفرح مع المسيح، اللي حياته مليانة بالمحازن والهموم تنزاح الهموم وهو داخل ويغني للرب. تستاهل أغني لك واعترف بجميلك، تستاهل أغني لك واعترف بجميلك. غني أنت فيا واملاني بتراتيل، غني أنت فيا واملاني. تستاهل أغني لك واعترف بجميلك، تستاهل أغني واعترف بجميلك. غني انت فيا واملاني بتراتيلك، غني انت فيا واملاني بتراتيلك. غني وتنهانا اغنيها انا، غني وتنهانا اغني. الرب شال عني شال كل عنا، الرب شال عني شال كل عنا.
تستاهل أغنيلك وأعترف بجمالك، تستاهل أغنيلك وأعترف بجمالك. غني أنت فيا وملاني بتراتيلك، غني أنت فيا وملاني بتراتيلك. إن عرفت طريقي محبوبي وصديقي يا نور، محبوبي وصديقي يا مسيج حوالي ومعايا في ضيقي، يا مسيج حوالي ومعايا في ضيقي. تستاهل أغنيلك وأعترف بجميلك، تستاهل أغنيلك وأعترف بجميلك. غني أنت فيا وملاني بتراتيلك، غني أنت فيا وملاني. أنا في انتظارك سمعني أخبارك، أنا في انتظارك سمعني أخبارك. وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك، وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك. تستاهل أغنيلك وأعترف بجميلك، تستاهل أغنيلك وأعترف بجميلك. غني أنت فيا وملاني بتراتيلك، غني أنت فيا وملاني بتراتيلك. غنيت الهنا أغنيها أنا، غنيت الهنا أغنيها أنا. الرب شالني شال كل أنا، غنيت الهنا أغنيها أنا، غنيت الهنا أغنيها أنا. الرب شالني شال كل أنا، الرب شالني شال كل أنا. آمين آمين. احنا فين دلوقتي؟ بره ولا جوه؟ اهو جوه كده، اهو جوه كده. اللي بيغني زينا يبقى جوه، والمحزون والكئيب يبقى ايه؟ بره بره بره. هو ده المسيح بتاعنا، مسيح الفرح. وإلا ما كانش يقول افرحوا في الرب كل حين كل غمضة عين. وأقول أيضا افرحوا. الإنسان اللي عايز يحزن الناس ويخلي الناس تصاب بالكآبة مش من الله، مش من الله. جاي يقف بره ويقول ما عسى أن يكون هذا. في إيه؟ في إيه جوه؟ في إيه؟ لا يا حبيبي، جوه اللي أنت ما تعرفوش، وجوه اللي أنت ما دقتوش، وجوه اللي أنت ما جربتوش. جوه حبيبي، جوه حبيبي، حبيبي اللي فرح قلبي من سنين. يا ريت عرفتك من زمان. أنا فرحان بحبيبي فرحان، أنا فرحان بحبيبي فرحان. عايش في أمان، عايش في طمان، عايش في أمان، عايش في طمان.
يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان. ما عسى أن يكون هذا في رأس، بلاش رأس الجسد، لكن عارف بالمعنى البلد لما تقول قلبي بيرقص من جوه، قلبي بيرقص من جوه. صدقوني مع المسيح طمأنينة وراحة بال. شوف الدنيا مليانة هموم وضيقات، وسكتنا صعبة، سكتنا صعبة وبضيقات كثيرة. ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات وفي الطريق آلام، والباب ضيق والطريق كرب وتجارب من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن صدقوني زي العيل اللي شايل لعبة وأمه شايلاه، على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه. على الأيدي تحملون، من اللي يحملني حبيبي؟ وعلى الركبتين تدللون. طبعا دلوقتي ما فيش واحدة بتقعد على الأرض وتقعد تحط الولد على رجليها وتقعد تهننه كده، ولا بتقعدوا فين؟ على كرسي. لكن زمان كانوا يقعدوا على الأرض وتاخد العيل على رجليها وتقعد تهننه كده. على الركبتين إيه؟ تدل. يا سلام، ده هو ده إلهنا، إلهنا الطيب حنين طرب ورقص، قلبي بيرقص من جوه. يا سلام لما تدوق حلاوة العشرة معه، وتدوق حلاوة الخلوة معه، الخلوة معه. ما يتقفل بابك، أو حتى من غير ما تقفل الباب، صدقوني حتى لما تيجي تنام وترفع غطى على دماغك كده، تدخل في خلوة معاه وشوف العز والفرح اللي حدوه، العز والفرح اللي حدوه. مسيحنا حلو، حلو مسيحي، حلو ما كانوا جوه العين والقلب. مسيحي حلو وتحب، ما كانوا جوه العين والقلب. تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك تنينك، أن تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نين العين. المهم تعالوا ندخل في الجد. ده بيسأل الخدام، بيقول له في ايه جوه؟ وجوه في انسان خلص، انسان تاب ورجع، إنسان دخل العرس، وأبونا السماوي جوه. إنسان خلص، أقصى ما يمكن أن يتم في حياة الكنيسة خلاص النفس، خدمة الكنيسة من أولها لآخرها خلاص النفس، والنفس دي خلصت ودخلت، وانت واقف على الباب بتقول ما عسى ان يكون هذا، مش دريان بخلاص النفس. امال بتعمل ايه؟ مهرجانات؟ شكولي شويه العيال وقالوا الجوائز بتشغلنا، بتشغلنا، وما فيش حاجه روحيه بتتم، او ما فيش انسان بيتوب، كلنا مشغولين بالجوائز بالجوائز بالجوائز. طب فين اللي بيتوب؟ فين اللي بيخلص؟ لما انت بتسأل عن الانسان او عن اللي حاصل جوه،
جوا خلاص النفوس، جوا توبة النفوس، جوا خدمة الكنيسة الأصيلة، خدمة الكنيسة الأصيلة، توبة النفوس، التوبة وبس. لما ربنا بعت يوحنا المعمدان أن روح قول توبوا لأنه قد اخترب ملكوت السماوات، لما رب المجد يسوع في حال الجسد على الأرض قال توبوا، لما بعت التلاميذ قال لهم روحوا قولوا توبوا، لما بعت كل الخدام قال قولوا توبوا، لما بعتنا إحنا بنقول إيه؟ توبوا. لما أنت مش دريان بنفس تابت وخلصت، مش دريان بخلاص النفوس، بتعمل إيه؟ بتحيك مؤامرات، بتحيك مؤامرات، وبرا هتمتلئ بالحقد والبغضخ، وخلاصك مهدد، وخلاصك مهدد. اقبل نصيحتي، اقبل نصيحتي، وتواضع وتواضع وتكسر. ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. الواقفون على الباب، أخطر حاجة في الكنيسة الإنسان اللي ما تبش ويوقف على الباب يعطل توبة الآخرين. الإنسان اللي مش متمتع بالخلاص، مع أن ربنا اداله كل عطية في المعمودية ومخلص ومجدد ولابس المسيح، واقف على الباب ويعثر الآخرين، يعثر الآخر. ممكن ناس هتقلده، وناس توقف معاه برا على الباب، وناس تمشي في سكته، وناس تعمل أعماله وتقلده، وانتهى الخطور. خلي الناس تقلدك وانت جوه، خلي الناس تقلدك وانت في حضن المسيح، خلي الناس تقلدك وانت عايش حياة توبة، خلي الناس تقلدك وانت فرحان، خلي الناس تقلدك وانت عايش حياة الطرب ورقص القلب من داخل، خلي الناس تقلدك وانت في حضن أبوك السماوي فرحان بيه وبتغني وتقول على السما رايح. لكن ما تخليش حد يقلدك وانت واقف على الباب، ممكن تهين البعض وانت واقف على الباب، وممكن ناس يمشوا وراك في طريق الإهانة، طريق الإهانة. لا، التوبة أحسن والدخول. واقف على الباب، واقف على الباب، وكأنه بينكر اللي عمله المسيح من أجله. بينكر ليه؟ وبيقول خدمتك سنين هذا عددها. بدراعه عمال يعمل بدراعه. طب أنا حسأل، الولد اللي كان في الكرة البعيد عمل إيه عشان يدخل؟ بس لاحظوا ان ده مولود وده مولود، ده متعمد وده متعمد، ده واخد وده واخد. الولد اللي في الكورة البعيدة، الابن الضال، ضيع كل حاجة وراح وتاه في الدنيا ومات، لكن طمع في محبة ابوه ورجع. ابوه عمل له ايه؟ خده في حضنه، خده في حضنه، وده قاعد يتح بره، يتح بتعمل ايه؟ ما الباب مفتوح يا ابني وتدخل، باب مفتوح، مش محتاج لك في حاجة. وابوك طلع لك برخ. يا سلام، بيقول لكل نفس ها انا اتملقها اخذها الى البرية والاطفها. كلمة كبيرة قوي قوي، بيقول لكل نفس واقفة على الباب أو كل نفس غريبة، أنا ذا أتملقها، تعال يا أختي، تعال يا حبيبتي، تعال يا حمامتي، تعال يا فلان، تعال يا علان. يترجاك المسيح، بيترجى، بيترجى فلان وعلان، ها أنا ذا أتملقها، أقول له صفات مش موجودة فيه، ها أنا ذا أخدها إلى البرية أنفرد بيها وألطفها، ألطفها. ليه يا رب؟ لأنه بيحب ومش عايز حد يهلك، بيحب ومش عايز. المسيح بيكلمك صدقني، مش أبونا مكاري. المسيح بيكلمك بيقول لك فكر أنت واقف فين،
في الكرة المعيدة ولا واقف على الباب؟ الاثنين زي بعض، بل بالعكس اللي في الكرة البعيدة كان أحسن، رجع لنفسه وقام ورجع لأبوه، لكن ده بيقاوح بيكابر بيكابر، أبوه يطلع له يترجاه يترجاه، يا ابني يا ابني، أم يقول لي نشوف، يتطاول على أبوه. ليه؟ لأنه فكر أنه حاجة، فكر أنه حاجة، يتطاول على أبيه. أول ما سمع غضب ولم يرد أن يدخل، لا مش داخل، طلع له أبوه من بره. أول ما طلع أبوه مش يستنى أبوه يتكلم، لا، يقول لأبوه أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك، ما غلطتش غلطة واحدة، قد لم أتجاوز وصيتك، وجدي لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي. شوف بقى الكلمة اللي جاية، ولما جه ابنك هذا اللي أكل معيشتك مع الزواني تسبح له العجل المسمن، ولما جاء ابنك هذا، مش أخويا، ابنك هذا، كأني أبوه هو السبب في غلطه بدين أبوه، لما جاء ابنك هذا، ده معلم، ده بيعلم أبوه وبيدين أبوه، شوف قد إيه. وهو ممكن يدعي المعلمة، يدعي المعلمة ويعلم ويعلم، بيقول له ابنك هذا، لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. قال له يا ابني أنت معي في كل حين، معي في كل حين. ما أنت مزروع في الكنيسة، أنت معي في كل حين، بس يا خسارة مش جوا الكنيسة، أنت جوا الحيطان مش جوا حضن أبوك، أنت جوا خدمة كدابة مش خدمة مثمرة لحساب مجد الله، انت بتطلب مجد نفسك مش مجد الملك المسيح، وطلب الانسان مجد نفسه ثقيل، حاجة تقيلة، الانسان اللي بيدور على مجد نفسه، انت واقف على الباب، انت واقف على الباب، يا ابني انت معي في كل حين، بس مش معايا، مش معايا. وقال له الكلمة اللي تدينه، والدين كل إنسان واقف على الباب، كل مالي فهو لك، كل مالي فهو لك، فرحي كاملا، وانت واقف على باب الأحزان، مجدي وانت بتطلب مجد نفسك، قوتي وانت ضعيف ومهزوم، ويتاني سلامي، سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم، وانت عايش مهدد وقلقان وتعبان. وآخر حاجة، ليكن فيهم الحب الذي أحببتني، حبي ليك، حبي وفرحي وقوتي وسلامي ومجدي. يا ابني كل شيء فهو لك وأنا ملكك، المسيح بيقول أنا ملكك. أنت عايز إيه تاني؟ عايز واقف ليه على الباب؟ سألت نفسك واقف ليه على الباب؟ سألت نفسك جاي تسأل العيل الخدام ما عسى أن يكون، ما تدخل، ده بيتك، ده بيت أبوك، ده لو أبوك غاب تبقى أنت كاهن البيت، تبقى أنت رأس البيت، غايب ليه؟ واقف ليه على الباب؟ الواقفون على الباب. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. ارفع قلبك وقلبك للرب اللي حاضر معانا، وانت واقف على أنهي باب، بره ولا جوه؟ جوه بيت أبوك،
جوحدنا أبوك وأبوك والباب مفتوح وأحضان الرب مفتوحة لكل أحد، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. احنا بنشكرك لأجل طيبة قلبك ولطفك وحنانك، كرامة ومجد ليك. قل له أنا بقدم توبة الآن يا رب، سامحني سامحني، كنت في الكورة البعيدة، قل له أنا جاي لك ورجع لك، كنت واقف على الباب متدين تدين كذاب، قل له دخلني الآن، استقبلني يا رب، ضمني لحضن حنانك وحبك، سامحني عن اللي فات، سامحني عن اللي فات يا رب، سامحني عن اللي فات. ارمي الماضي من ورا ظهرك، ارمي الماضي من ورا ظهرك، قل له توبني للادي يا رب، توبني للادي يا رب. البعيد الله واقف على باب قلبك بيخبط، وللقريب اللي واقف على الباب وما دخلش حتى الآن، كل شيء فهو لك، كل مالي فهو لك. أكد توبتك وتوبتك الآن، حياة جديدة من الآن، حياة جديدة من الآن. سامحني، اقبل توبتي، اغفر خطاياي، انسان الماضي كله. أمين أمين. Christus, Jesus, ben choice. Shil, Joseph, Christa, City, Irene, Fasi, Ketub, Neumati, So, Marin, Chef, Mutin, Totrim, Perifer, Snanif, and Native Note, if you are Ben choice, Oh, Ben Note, Ben So, dear. Jesús, ya Christos, ya feres que padine gura ferva chafti tu tina fintincha, tainu thai, el sofon, marinti warfa bos devaran khampai tofai, neem no tirun tefnun khediri nivem, yevi vanno karaturim shay sefennuti, Evixasti, لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا عبدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة. اطلبوا لك أرحمنا الله وأترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قدسي منهم بصلاح عنا في كل حين، ويغفر لنا خطايانا يا رب.
من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافة كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس لأشرار خيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا وما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والأقارب وكل قوات العدو يا رب ارحم أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شابك اطلبوا عن ابائنا واخواتنا المرضى بكل مرض ان كان في هذا المسكن او بكل موضع لكي المسيح الهنا ينعم لنا ولهم بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم تهدم المراحم والرافات اشفهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سخط وروح الامراض اطردهم والذين ابطاوا مطروحين في الامراض اقمهم وعزهم والمؤذبون من الارواح اعتقهم جميعا والذين في السجون او المطابق او النفي او السم او المقبوض عليهم في عبوديه مره اعتقهم جميعا وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عز صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمخبوض عليها أعطى رب رحمة أعطى راحة أعطي برودة أعطي نعمة أعطي معونة أعطي خلاصا أعطي غفران خطاياها وآثامها ونحن أيضا أمراض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عافها لأنك أنت والطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاصك يا رب ارحم أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد وأنت حاضر معنا الآن اغفر خطايانا اشفي أمراضنا ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه يأتي ملكوته تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين كل اللي رفع ورفع الطلبة للرب الرب سمع واستجاب حسب حكمته وحسب إيمانكم أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة هنا أو في أي مكان أقول باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليبه
سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الأجساد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. خلاص الشيطان طلع. قوم قوم يا ولد، اعطي مجدا للملك المسيح. والبنت اللي هنا، الشيطان طلع. فين اللي عليها؟ كان عليها شيطان، هاتيها هنا. الشيطان خرج. اللي طلع من عليها الشيطان تيجي هنا، والكذابة ما تجيش. جاية ولا مش جاية؟ طلع الشيطان، طلع. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.